طيب والاكل النيجيري، ما ادري في الرياض انت، هل انا اشوف ناس مثلا يكونوا في السعوديه يكونوا قد جربوا بعض الاكلات النيجيريه، فلما يجوا هنا ما يستغربوا، فما ادري هل انت كان عندك تجربه للاكل هناك ولا؟ للأسف أنا حتى في السعودية ما كنت أتقبل الأكل النيجيري، فيوم إني جيت هنا يمكن قعدت قرابة 3 شهور ما أقدر أكل الأكل النيجيري. يعني تخيلي، ممكن يعني اللي كنت أنا أكله بالسعودية سيري، جيت هنا طحت في السيري أكله أكل. أوكي، يعني يوم كامل وأنا كل شوي سيري سيري سيري. طيب وبعدين؟ وبعدين من جد كلمتني واحدة من صديقاتي وقالت لي حاولي تركزين على الخضروات. اوكي، انبسطت لهذا الشيء، عجبتني الفكرة، صرت اركز بالخضروات وذي الاشياء، فصرت قاعدة عليها فترة. بس الحين يعني ها شوي، بس يعني لحد الان في اكلات كثيرة والله ما باكلها. ايش مشكلتك مع الاكل النيجيري؟ هل هي البهارات ولا الفلفل ولا انه ماجي كثير ولا انه مثلا ما تحب العصيده مع عصيده ولا ايش بالضبط؟ ما بحب العصيدة، نوعا ما لي طقوسي الخاصة في الاكل في الأكل، اي فأحيانا ممكن الأكلة أكون أنا أكلها بس كذا يقدم لي إياها شخص ما أكلها، بس إن إذا أنا سويتها ممكن أكلها. اوكي انا اعرف، يعني انت من الناس، في ناس كثير كذا اللي هم يسموهم لايك عندهم ذوق معين في الاكل، بالضبط، يعني لازم كذا اكله يكون شكلها بشكل وكذا هذا عشان ياكلوها، شكل وطعما وكذا شيء محدد مو اي شيء. أختصر لك الموضوع. الحمد لله يعني لقيت هنا شاورما في كل مكان. الشاورما في عاد في المضحك في الامر انه في شاورما لبنانيه، في شاورما سوريه، في شاورما حتى حقت النيجيريه اللي يقولوا شاورما شاورما، يقولوا ما أيوة. يقولوا شاورما، فاشكال وانواع زي ما تبغي. صح، جربتهم كلهم. اوكي ان شاء الله. لأنها أكثر حاجة يعني أنا بحبها، فجربتها وجميع أنواعها، جربت اللبنانية اللي فيها الثومية وجربت النيجيرية وكل شيء. بتحسي انه يعني كشخص مثلا يبغى يجي من السعوديه عنده في نيجيريا مثلا بزنس او يبغى يدرس او الى اخره، انه ما يخاف من موضوع انه ترى حتى انا لو انا ما اقدر اكل الاكل النيجيري انه عندي خيار، عندي خيارات في اكل خيارات، مختلفه ثانيه غير النيجيريا اقدر اني اكلها. في خيارات جدا متاحة ومتعددة. يعني ترى نيجيريا تعتبر يعني كل شيء موجود ترى فيها، بالذات المنتجات السعوديه.